بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا العاشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط العاشر وهو الشوط الخاص بالثنايا الجعدان في مساء هذا اليوم في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. الشوط الثاني عشر شوط خاص بالثنايا الجعدان، مسافتنا المعتادة والمقررة هي 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول وجوائز نقدية حتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين مع هذه التحديات، مع هذه الانطلاقات الرائعة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة الريان والقنوات الناقلة، نسير بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. الصدارة، الصدارة والمقدمة. أرهني نشوان لمبارك بن محمد بن علي بن حيدان من قاد المجموعة، واندفع بناموس هذا الشوط. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى التسلل من الصايد لخالد بن حمود بن زفنة. الحرسوسي ينطلق مع المركز الثاني ثالث. التحديات، أرى التسلل في هذه اللحظات. ننطلق مع المركز الثالث، نتابع القدوم أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام. المركز الثالث، أرى التحديات والانطلاق الرائع أيضا من معلن لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي. ومع المركز الرابع، المركز الرابع، القدوم والتسلل من الشقب لعلي بن حمد بن علي المري من ينطلق مع المركز الرابع والخامس. التحديات، التسلل من صوغان لراشد بن محمد بن راشد المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى في شوطنا العاشر في هذه الأمسية التراثية الجميلة والرائعة. ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الانطلاق أيضا والتحدي الرائع. وأرهني الإثارة الحاضرة مع هذا الانطلاق المثير والصايد اللي صاد المقدمة، صاد الصدارة. انطلق بتحديات هذا الشوط لخالد بن حمودة بن زفنة الحرسوسي من قاد المجموعة، من اندفع بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني، أرهني نشوان من ياتي ثانيا لمبارك بن محمد بن علي بن حيدان. أيضا الاثنين اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين. ومع المركز الثالث، المركز الثالث، أرى التسلل. نتابع معلن اللي أعلن التحدي، أعلن الإثارة من الجانب الآخر لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي. ومع المركز الرابع، صوغان لراشد بن محمد بن راشد المنصوري يتسلل أيضا، ينطلق بدوره مع المركز الرابع. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، أرهني الشقب لعلي بن حمد بن علي المري من ياتي خامسا. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمرة الثانية، للمرة الثانية للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط مع هذا السن، سن الثنايا. ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع الصايد، نتابع الصايد اللي صاد المقدمة وانتزع، انتزع بمقدمة هذا الشوط الصايد. وشعار خالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي من يتابع انطلاقة
الصايد على المقدمة. المركز الثاني التحديات أيضا والحوار الثنائي يأتي من نشوان المبارك بن محمد بن علي بن حيدان، أيضا يعلن التحدي والانطلاقة مع المركز الثاني. ثالث التحديات أرد تسلل، نتابع صوغان، نتابع صوغان اللي انطلق مع المركز الثالث بشعار راشد بن محمد بن راشد المنصوري، ينطلق مع المركز الثالث. رابعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى هناك معلن يأتي أيضا وينطلق مع المركز الرابع حمد بن نوار بالدخيل الله العتيبي، متابعا لانطلاقة معلن مع المركز الرابع. نتابع خامس التحديات والتسلل من الشقب لعلي بن حمد بن علي المري، أيضا متابعا لانطلاقة الشقب من انطلاقة المتميزة والرائعة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن أرى هناك أيضا أسامي 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 والشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، ولكن ترقبوها بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير والخطير. مع هذا الانطلاق الرائع نعود بالصدارة، نتابع الصايد، نتابع الصايد من انطلق ايضا بتحديات هذا الشوط منذ البداية، يقود المجموعة ينفرد بناموس هذا الشوط. يا سلام، الصايد الصايد على المقدمة، هل يقتنص ايضا ناموس هذا الشوط مع هذا الاداء المثير؟ وخالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي قادم من دولة الامارات ايضا للمشاركة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان الامير الوالد. ينطلق ايضا الصايد بتحديات الكبار في سن الثنايا، من الثنايا ومسافة 8 كيلومترات الحاضرة أيضا بتحديات أيضا الكبار. يا السلام، مشوار صعب لهذا السن أيضا مع هذا التحدي المثير والمسافة الماراثونية. والصايد الصايد على رأس الحربة خالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي، من يتابع انطلاقة الصايد وهو على رأس الحربة. المركز الثاني نشوان المبارك بن محمد بن علي بن حيدان ينطلق أيضا مع المركز الثاني، انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة، بدأ أيضا بالتحديات، بدأ بالإثارة، بدأ بالتنافس، بدأ أيضا ينطلق بمقدمة هذا الشوط نشوان. ومبارك بن محمد بن علي بن حيدان من يتابع انطلاقة نشوان. المركز الثاني الصايد لخالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي، ومع المركز الثالث، المركز الثالث أرى التسلل. نتابع صوغان لراشد بن محمد بن راشد المنصوري، بينما انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع بأرى هني معلن لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، والقدوم، القدوم من الحنيش لحمد بن محمد بن قريع المري يتسلل أيضا بأول نداء يتدخل في هذه اللحظات، يتدخل مشاهدينا متابعينا الكرام الحنيش مع المركز الخامس بأول نداء ينطلق أيضا. والمغادرة للوحة 3 كيلومترات، غادرنا لوحة 3 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الكرام. والكوكبة، الكوكبة ثنائية، الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط، والحوار، الحوار ثنائي والمعركة ثنائية على المقدمة والصدارة. ولكن نشوان من بدأ ينطلق، من بدأ ير الشوط، من بدأ يباعد المسافة، نشوان ومبارك بن محمد بن علي بن حيدان من يتابع انطلاقة نشوان مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذا الأداء المثير، مع هذا الانطلاق الرائع ومع المركز الثاني.
المركز الثاني أرى هني الصايد، أرى الصايد مع المركز الثاني بشعار خالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي، ولكن أرى الجماعة قادمين، أرى الجماعة قادمين مع هذه التحديات الرائعة. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى صوغان لراشد بن محمد بن راشد المنصوري، والمركز الرابع أرى هني معلن حمد بن نوار بن دخيل الله الاعتيبي. يا سلام المركز الخامس، المركز الخامس الحنيش بشعار حمد بن محمد بن قريع المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، التحديات الرائعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام مع هذه التحديات الرائعة، نعود بالصدارة، نتابع المقدمة، نتابع التحديات المثيرة. يا سلام يا سلام، نشوان على رأس الحربة، نشوان على رأس الحربة يقود المجموعة، يقود المجموعة بتحديات وإثارة. هذا الشعار مبارك بن محمد بن حيدان، من يتابع، من يتابع انطلاقة نشوان والصايد مع المركز الثاني لخالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي. وصل، وصل صوغان مع المركز الثالث، بدأ ينطلق أيضا بشعار راشد بن محمد بن راشد المنصوري، وأرى هني أيضا أرى معلن بدأ يعلن التحدي حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي. من يتابع، من أعلن انطلاقة معلن مع رقص الكبار أيضا ينطلق بهذا الشعار المتميز. المركز الخامس، المركز الخامس القدوم. يا سلام، أرى هني الحنيش بدأ يتسلل، بدأ ينطلق مع المركز الخامس حمد بن محمد بن قريع المري. من يتابع انطلاقة الحنيش، التحديات مستمرة والانطلاقات رائعة. وبدينا بدينا بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير. يا سلام، الصايد، الصايد، الصايد على رأس الحربة، ولوحة الكيلو المتر الأخير غادرناها، غادرناها والجماعة قادمين. التحديات، الشعارات المتميزة. يا سلام، والتسلل، التسلل، التسلل، وأرهني الحنيش انطلق بالصدارة. ما شاء الله تبارك الله، ارصدني انطلاقة وافي ونهيان بن حمد بن هيان العامري، انطلق بالصدارة بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير. ينطلق وافي، ينطلق وافي بالصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني أرهني أيضا أرى الحذر مروان بن فري بن غالب بن حمودة الظاهري. المركز الثالث صوغان وراشد بن محمد بن راشد المنصوري، صدرة الأوامر، التحديات القادمة. يا يا سلام، أرهني شاب قادم بكل قوة، نمبارك بن محمد بن سعيد النابت المري، ولكن نتابع انطلاقة الحذر، نتابع الحذر، نتابع وافي، وافي والحذر، الحذر ووافي. يا سلام يا سلام يا سلام، الطيور الطائرة، الثنايا الجعدان في مساء هذا اليوم، والحذر، الحذر، الحذر يسير بحذر الكبور. يا سلام، ينطلق بالصدارة. سلام دولة الإمارات، سلام، تحية واحترام، تهانينا، تهانينا لمروان بن فري بن حمودة الظهري على فوز الحذر بالمركز الأول، وسعدت مساء يا هال العين. المركز الثاني يصل في مشاهدينا متابعينا الكرام وافي لنهيان بن حمد بن هيان العامري. المركز الثالث شهاب المبارك بن محمد بن سعيد النابت المري. المركز الرابع التحديات من هملول عامر بن محمد بن عبيد المزروع. المركز الخامس الانطلاق للمتحد لأحمد بن مذكر بن مسفر القرشي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. تحدياتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، وشوط حمل التحدي والإثارة، شوط حمل الانطلاقات المتميزة في هذا المساء وأمسية الكبار مع سن الثنايا، ولكن الحذر من قاد المجموعة. تهانينا، تهانينا مشاهدينا الكرام لمروان بن فري بن غانم بن حمودة الظهري مع هذا الأداء المتميز. يقطع المسافة في 13 دقيقة ثانية 91 جزءا من الثانية. تهانينا لمروان بن فري بن غانم بن حمودة الظهري اللي وصل مع المركز الثاني وفي 13 دقيقة ثانيتين و26 جزءا من الثانية. تهانينا لنهيان بن حمد بن هيان بن سالم العامري
واللي وصل ايضا مع المركز الثالث الشاب يقطع المسافه في فتره زمنيه مقدارها 13 دقيقه 5 ثواني 16 جزء من الثانيه. تهانينا المبارك بن محمد بن سعيد النابت المري على فوز الشاب بالمركز الثالث. تهانينا للجميع والناموس.